الحاجه اللي قلتها غتكون قليله فقط الجماهير اللي تجي في هذا الشيء وفي هذا البرد ندي بلاصيه سواء من كازا سواء من اي مدينه انهم باش ياخذوا ثروه فوا ما كتبش تنقول لهم خير. هذه هي الفرصه ان البلاد ملي المكتب مو سير ولا المنخرطين انه يكون واحد جامع العام اللي يبنيو الفريق ان شاء الله للعام الجاي. احنا ما غندخلوش على الفريق حتى لاخر جوله ان شاء الله وغادي ندخلوا ونتقاتلوا حيت فريق الوداد اللي عشنا معاه بزاف ديال الحوايج خدينا معاه بزاف ديال الالقاب. هاد الجماهير هادي اللي سندتنا من منذ البدايه حتى النهايه تنبغي نشكرهم. اي حاجه نبغي نقولها في حقهم قليله كما تشوف شو الجو كي داير وجايين الريسك والطريق باش انهم ياخذوا 3 بوين ما كتبش. مشكورين اللاعبين على المجهود اللي قدموا وتنتمنوا ان شاء الله اللي جاي يكون احسن ونعوضوا اليوم هاد 3 بوين ديال اليوم ونتمنوا خير ان شاء الله. عدد من الجماهير كيقولوا بان الفيسير ديال الوداد ما يعني كاين مشاكل كاين انت يعني كلاعب ديال الفريق واش لا بلاكس كيم لا بلاكس كيما تعرفوا الجميع كامل ان احنا عائله وبالعكس باش يكونوا تعادلات تيكون خسران سي نورمال تكون الفرقه شويه مهزوزه ما تيكونش اللعب مورال مزيان تيبغي ديما انه يقدم الافضل حتى تلعب فريق الوداد راه ما تلعبش انك باش غتصوفي الفريق حتى تلعب انك باش تاخذ لي تيتر ما كتبش اليوم باش ناخذ 3 بوين غادي نحاولوا اننا نعاودوا نزيدوا نخدموا ونشاهدوا وغادي نبقاو نتقاتلوا ان شاء الله حتى للدوره الاخرى باش نخليوا الفريق في واحد المرتبه اللي مزيانه وتكون كما قلت لك ان شاء الله السنه الجايه انهم ان شاء الله يبنوا واحد الفريق اللي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله وينافس على الالقاب اللي غيكونوا حيت كاينين عده واجهات السنه الجايه. تنطلب من الجماهير انهم يزيدوا يصبروا شويه ويزيدوا يساندونا والعام الجاي ان شاء الله راه غتكون الفريق اللي غيكون في المستوى وغادي يرجع عاوتاني التوهج ديالو للالقاب ان شاء الله باذن الله. ونجم واش المشاكل اللي كيعيشها الفريق على مستوى الاداره واش كيأثر عليكم انتم كلاعبين؟ لا بالعكس والله الا مشكور السي مجيد البرمكي على العمل اللي تيدير واللاعبين اللي جاب دار تضحيات اللي كان موقف انك ما تقدر تجيب حتى لعاب شحال من لعاب انه فسخ معاه العقد بالتراضي مشكور على هذا المجهود اللي تيدير ديما معنا ديما تا هو تيساندنا وتيوقف معنا تنتمناو ان شاء الله باقي الدورات اننا نقدموا الافضل ونفرحوا هاد الجماهير هادي كما قلت لكم مشكورين اللاعبين اللي تيكونوا بزاف ديال الظروف اللي ما تقدرش تهضر فيهم مي تيدخلوا تيتقاتلوا تيعطيوا داك الشيء اللي عندهم نتمنى ان شاء الله خير في اللي جاي ونفرحوا هاد الجمهور اللي صراحه تنتاسفوا ليه اليوم على هاد النتيجه حيت بالنسبه لنا التعادل راه كخسران.